ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد الطالب سي او شركه فيلورا. نحن شركه مختصه في مجال الاضاءه، طبعا لنا فروع في محافظه القاهره، عندنا التجمع الخامس وعندنا في العتبه وعندنا ايضا فرع في هارون الرشيد. بدانا بالمصنع وعندنا فيه تجميع كل المستلزمات بتاعه الاضاءه، طبعا احنا شغالين في الحاجات المستورده وبنجمعها في هذا المصنع، بنورد الشغل ده لكل المحافظات. ويوجد طبعا في جميع فروعنا المنتجات المتنوعة جدا، فنحن شغالين في النجف والمودرن والكريستال، شغالين في النجف الليد ومختصين فيه. عندنا المعلقات، هتلاقي قدامك تشكيلة كبيرة من الأطباق، هتلاقي قدامك تشكيلة كبيرة من مصادر الحمام، ونحن بنوفر للمهندسين وأصحاب البروجكت الحاجات المختصة في الأوت دور، وهتلاقي عندنا تشكيلة كبيرة من الأباليك الكريستال. تقدروا تزورونا طبعا في موقعنا على الويب سايت وموقعنا في السوشيال ميديا وصفحة الفيسبوك فيلورا لايتنج، هتقدروا تطلبوا من خلالها جميع المنتجات اللي هتشوفوها مناسبة للأذواق عندكم. طبعا نحن مهتمين جدا بموضوع خدمة ما بعد البيع، ومن خلال الصيانة اللي بيقوم فيها فريق عندنا مختص في موضوع الصيانة، عبر اتصالكم بأحد أرقامنا المتواجدة على الصفحة، وهنكون معكم بكل ما هو جديد، وشكرا على ثقتكم فيه.